الغنام، خلونا مع تياجو. نفس، حرك إيريك جيرتس من مقعده. أول الأخبار في شوط اللقاء الثاني من البرازيلي. شوف جيرتس، لاحظ جيرتس، وقف الرجل أدارادوي وضرب ركنية تتنفذ في الأخير. المتقدم أسامة، برافو أسامة، في يد فيفيانو. أسامة حوساوي هذه المرة في مهمة هجومية، يأتي من الخطوط الدفاعية. هذا أسامة، وهذه محاولة الماضية التي انتهت في أكا من مدينة أبها البهية. كرة خطيرة للفريق وكرة مرت سليمة. مردي، واحدة اثنين لفريدي، مرر رادوي، تياجو، تياجو، مرت على مرمى فيفيانو ايضا، مسك راسه إيريك جيرتس. تمريرات، كرات، وهذه المرة فوق العارضة ايضا. لا يصل الهلال، لا يصل الهلال. اين كريستيانو؟ اين الشلهوب؟ وين حسن العتيبي؟ تياجو، يمر تياجو، يصوب تياجو، لكنها بعيدة الى خارج ارضية الملعب. يحصل على الكرة عبد العزيز، يحاول المرور، تصل الى الشلهوب. يا سلام يا محمد، كرة خطيرة، هي ضربة ركنية، ضربة ركنية. وشلهوب مررها لعبد العزيز الدوسري، والتصويبة في يد فيفيانو، في يد فيفيانو. يصل الهلال بالتصويبات الى مرمى بولونيا الايطالي والى شباك فيفيانو. كانت من نامي، وصلت الى مرمى فيفيانو، ابعدها الى ضربة ركنية. هذه هي اللقطة الماضية، لكن في الاخير رجل على الكرة. يا مرت بالخيرات.